لا حمات البرغراء أحد الوجبات السريعة المعروفة في جميع أنحاء العالم، فقد عرف بداية في أمريكا، ثم انتشر ليصل إلى مختلف بلاد العالم العربية والغربية، وله أنواع عديدة، ولعل أشهرها لحامة البرغري. فيعتبر لحمة البرغري أحد الأكلات التي يقبل الناس على تناولها بكثرة في المطاعم، وذلك نظرا لمذاقها اللذيذ وطعمها الشهي. وهي تقدم على هيئة ساندوش، والجدير ذكره أنه يتم تحضيرها بنكهات متنوعة. وفي هذا المقال سنذكر طريقتين مختلفتين لعمل لحمة البرغري. طريقة عمل لحمة البرغر المكونات: كيلوغرام من اللحم المفروم، حبة من البصل المفروم ناعما، فصائن من الثوم المهروس، ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المدقوق، ملعقة صغيرة من الملح، بيضة، نصف كوب من البقسماط، حبتان من الطماطم مقطعتان لشرائحين، حبتان من البصل الأحمر مقطعتان لشرائحين، عشر شرائح من جبن الشدر، عشر ورقات من الخس المغسول والمقطع، عشر قطع من خبز البرغر المقطع إلى النصف، 4 ملاعق كبيرة من الكاتشاب، 6 ملاعق كبيرة من المايونيز، نصف ملعقة صغيرة من الخردل، 3 حبات من مخلل الخيار المقطع على شكل شرائح، 3 ملاعق كبيرة من زيت النباتي للقلي. طريقة التحضير: اللحم والبيض والثوم والبصل والملح والبهارات والبقسماط والفلفل الأسود في الخلاط الكهربائي، ونخفق المكونات معا لمدة 3 دقائق. نقسم مزيج اللحمة إلى قطع صغيرة ونشكلها على هيئة أقراص برغر. نسخنا الزيت في وعاء على نار هادئة ونقلي فيه أقراص اللحم حتى تنضج. نضع المايونيز والخردل والكاتشاب في وعاء ونخلط المكونات معها بشكل جيد. ندهن قطع الخبز من الداخل بمزيج الخردل، ثم نضع ورقة من الخس، ثم قرص من اللحم، ونضع فوقه قطعة من الجبن، ثم البصل، ثم الطماطم، ثم الخس والمخلل. نقدم لحامة البرغر ساخنة إلى جانب طبق من البطاطس المقلية. لحمة البرغر بصلصات الصويا المكونات: 4 كيلوغرام من اللحم المفروم، 1/4 كوب من البقسماط، حبة من البصل المفروم، ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، ملعقتان كبيرتان من صلصات الصويا، ملعقة كبيرة من صلصات وروشستر، رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، قطعتان من الخبز البرغر، حبة صغيرة من الطماطم المقطع على شكل دوائر، ورقتان من الخس المفروم، شريحتان من جبن شيدر، حبة من مخلل الخيار المقطع على شكل شرائح رفيعة.
طريقة التحضير: نسخ الزيت في وعاء على نار هادئة، ثم نضيف إليه البصل ونتركه حتى يذبل مع التقليب المستمر. نضع البصل واللحم المفروم وصلصة الصويا والبقسماط والملح وصلصة وروشستر والفلفل الأسود في الخلاط الكهربائي، ونخفق المكونات معا. نشكل مزيج اللحمة إلى قرصين، ثم نقليهما في المقلاة حتى ينضج كل منهما. نقطع كل قطعة خبر إلى قسمين، ونضع شريحة من الجبن في الجزء السفلي من كل قطعة. نضع قرص اللحمة، ثم الخس، ثم المخلل، ثم الطماطم، ونغلق الخبز. نقدم لحامة البرغر إلى جانب البطاطس المقلية.